سيد غيث، هو ليش هاي الضجة على تطبيق التليجرام؟ شنو فرق عن باقي التطبيقات؟ الواتساب أمين، الانستغرام أمين، التيك توك أمين، السناب شات أمين، منو الأمين؟ ما شفنا أنه قد مشاهير راحوا للسجن لأن هكروا السناب مالتهم وأخذوا المحتويات اللي بيه وبالتالي راح. السؤال هو، هو احنا قلنا بالمقدمة احنا دا ننطي معلوماتنا مجانا، وإلا لو وزارات الدولة، وزارة الدفاع تسوي لها تطبيق ب 300 دولار، وزارة التربية تسوي لها تطبيق، وعلى الطالب حصرا ان يدخل الى هذا. اهمية التليجرام مثل ما تفضل جنابك الكريم، اهمية التليجرام اعتماد الدولة العراقية 80% على برنامج التليجرام بانشاء منصات. ليش ما اعتمد على منصات على تطبيقات اخرى مثل ما تفضل الاستاذ الكريم قبل قليل، انه الموضوع موضوع اكو عندنا الايميل، الايميل هذا الايميل من 2000 ويمكن وصلنا احنا برا 2003 2004، هو قبل هاي الفتره الايميل موجود كايميل معترف بالمخاطبات ما بين دوائر الدوله وما بين الشركات، بس احنا نظام اتمته فاشل. شوف التسجيل العقاري، شوف حتى ما نطلع عن الموضوع يعني، شوف التسجيل العقاري، شوف الشركات، شوف مسجل الشركات، فشل بالتطبيق لو فشل بالنظريه، وزاره العدل، وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، احنا كنا النظام اتمته فاشل، برامج فيها ثغرات، كل النظام فاشل يعني، نظام معلوماتي احنا فاشلين بهالموضوع. الموضوع صار يعني وزاره التربيه اعتمادها الكامل على المنصات، هي اللي خلت زين اليوم هسه اخذك انا وياك نطلع نروح الشارع الصناعي نشوف لنا في شركه برمجيات نتفق وياهم يسوون لنا منصه لصالح وزاره التربيه، يقدرون او برنامج وزاره التربيه ينزل عن طريق التطبيقات الموجوده بالموبايل، يتم تنزيله من قبل الطالب، من قبل الاستاذ، من قبل المنتفع، من عدل مطعم يقدر ينزل للطلبات اطلب واحجز الطلب، هذه الشغله وزاره ما تقدر تسوي لها ما تقدر. ما اعرف يعني اكو في التقصير بالموضوع، ماكو نيه، ماكو تواطؤ، اكو تواطؤ. استاذ العزيز شلون تعرف انت اكو تواطؤ؟ حتى نكون صادقين، اي دوله من دول العالم اليوم من الدوله تريد تفعل في شيء معين او تمشي في خطوه معينه او تريد فت قرار معين تعطي اعذار، اللي هو انذار، يا ترى مثلا اغلق التطبيق خلال 30 يوم، يعني رتبوا حالكم او كيفوا وضعكم انتم القانوني، وضعكم التربوي الصحي التعليمي القانوني خلال هاي الفتره. نعم، حتى الطالب يعرف، حتى الدكتور يعرف، حتى المحامي يعرف، حتى دوائر الدوله تعرف. نعم، صار احنا نمنا قعدنا مثل ما قلنا بس زود التطبيق. ماشي، زين شنو نسوي التطبيق؟ بس اضيف اي تفضل. زين شنو التطبيق؟ يعني تطبيق هسه احنا ماكو تطبيق. اي زين الدوله هي ما تعرف التطبيق حاليا موجود. هسه انا عندي في بي ان، انا عندي تليجرام، عندي في بي ان، اذا فعلت في بي ان والهوت سبوت، وهذا اللي صار اغلب الطلبه. اي في بي ان يعني شنو؟ روسيا تنظر مثلا؟ اي لو احنا عندنا خبره، كل ما تصير مظاهرات يقطعون الانترنت، كل ما تصير الهمه العربيه يقطعون الانترنت. حزه يومي حزه تمر يا نخله. المهم احنا مو هنا، يعني مو اول مره متعلمين. في الموضوع وين؟ انتم اليوم تعرفون عندنا برامج تفك التشغيل، طبعا هذه البرامج كلها بدول العالم بفلوس، مو مجانا، الفي بي ان، الهوت سبوت، اي طبعا هذول برامج، صح صح. حتى يعني احنا كلنا نستخدمها نسخ كوبي يعني النسخ الاصليه. زين هسه دا يفتح لي التليجرام تسدون وزاره الاتصالات غلقت، احنا الموضوع وين يا استاذ؟ الهيه ما يعرفون هم طريقه التهكير وطريقه فتح البرامج شلون تصير؟ شلون انتم غلقتوا؟ هذا هنا انا هذا موضوعي، ارد اعود للسؤال لان انقل هذا سؤالك اصلا. انا يعني واضعه من ضمن المحاور حول الامكانيه بالمواقف، مو التكييف القانوني، لكن إذا لو كان الحظر والحجب لفيسبوك، لتويتر، لانستغرام، لواتساب، كان حصلت هاي الضجه؟ ام انه التليجرام بهذه الاهميه، ام انه الدوله هي من جعلت للتليجرام اهميه؟ الدوله من جعلت للتليجرام اهميه باعتمادها على البرامج التواصل الاجتماعي دون ان تنشئ او تخلق منصات او برامج جديده تابعه للحكومه تكون بسيرفرات وبتشفير معين امن يتم اللجوء اليه بنقل البيانات والمعلومات، فتتحمل الحكومه. طيب.